أقام منتدى بدائل المغرب المنادرة الجهوية الثانية تحت شعار الحركة الجمعوية والمقتضيات الدستورية الجديدة الرهانات والتحديات بمدينة آسفي يوم 22 يونيو 2013، وذلك في إطار دينامية إعلان الرباط للجمعية الديمقراطية الهادفة إلى ترسيخ الحوار بين مختلف فعاليات المجتمع المدني المغربي. يندرج هذا اللقاء ضمن استراتيجية منتدى بدائل المغرب الرامية إلى المساهمة في النقاشات الجارية من أجل الأعمال الديمقراطي لمقتضيات الدستور. هذا اللقاء ديال اليوم كيندرج في إطار دينامية إعلان الرباط. طبعاً هذا اللقاء من تنظيم منتدى بدائل المغرب اللي كيجي في واحد اللحظة مهمة جداً، وهي إعطاء الانطلاق للحوار المدني الموازي اللي نادى به إعلان الرباط واللي نادت به الجمعية الديمقراطية المستقلة من أجل فتح نقاش عمومي حول الحياة الجمعوية المغربية، ولكن من زوايا ومنطلقات تسمح لنا بالانخراط في واحد النقاش شفاف ديمقراطي وحقيقي بعيدا عن النقاش التحكمي الذي أطلقته الحكومة المغربية من خلال الحوار الوطني حول الحياة الجمعوية. اليوم كان نقاش ناجح جدا بكل المقاييس، حضرت فيه أزيد من 120 فاعل وفاعلة جمعوية من مختلف المناطق ديال الجهة عبد الكلى، وكان نقاش مثمر جدا لأن خرجنا بتوصيات من أجل المساهمة في تطوير الحياة الجمعوية لا على المستوى القانوني والجبائي، لا على المستوى تفعيل مقتضيات الدستور من حيث التموقع وموقع الجمعيات المدنية في تفعيل وصياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية، ولكن كذلك في كيفية ترصيد هذا النقاش على المستوى المحلي. اللقاء ديال اليوم كان كيتمحور حول مجموعة من القضايا، كان استعراض ديال الأهداف والمسار ديال نداء الرباط اللي أكد على الدور والأهمية ديال المجتمع المدني في هذا التحول السياسي اللي كتعرفوا المنطقة المغاربية وأيضا منطقة المشرق بالنظر إلى التحولات اللي كتعرفها هذه المناطق بعد الربيع الديمقراطي، واللي كيأكد بالملموس لأنه تضم واحد 6 ديال المحاور الأساسية، وتأكد على أن الدور الحيوي اليوم ديال المجتمع المدني هو اللي ممكن يعطي يعني نفس جديد للحياة السياسية في المغرب، يعني واللي خصو يستجيب للاحتياجات العميقة والاحتياجات الكبيرة ديال مجموعة من الفئات ديال المواطنين. وطبعا هذا ما يمشي إلا بالنظر للمقتضيات الدستورية اللي جات عبر الدستور ديال فتح يوليوز 2011، وسوي بين مختلف فعاليات على مستوى المجتمع المدني في اتجاه توافق حول الصيغ الممكنة للرقي إلى حد ما بدور المجتمع المدني وتأهيله ليصبح شريكا حقيقيا وفعالا في الشأن العام وفي التأسيس لهذه المرحلة الجديدة التي يعرفها المغرب. والمجتمع المدني بطبيعة الحال وقضية تتعلق في نهاية المطاف فكرة المواطنة، فكرة المواطنة اللي هي المدخل بشكل قاطع وبشكل قوي للانتقال بالمغرب إلى مرحلة الديمقراطية، والديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا بمواطن ديمقراطي، مجتمع مدني ديمقراطي، أحزاب سياسية ديمقراطية ودولة ديمقراطية، وأن يكون الهدف هدفا واضحا يتعلق بقضية التنمية في كل أبعادها. وهذا ما تم التداول فيه، وكان إجماع على أن هنالك مجتمع مدني في المغرب، وهذا المجتمع المدني فيه بعض المعيقات وفيه بعض الصعوبات، ولكن هنالك مجتمع مدني وهنالك إمكانية إلى حد ما لتجاوز هذه المعيقات في اتجاه التأسيس لفعل اجتماعي فعل مدني بكل مقاييس الديمقراطية. المقترحات اللي تعطات كذلك اهتمت بأن هذا النقاش ما يحبسش غير هنا، ولكن يستمر على مستوى المدن والقرى ديال جهة عبدات كولا من أجل أن يتملك المواطنون هذا النقاش والمواطنات، لأنه غادي يشكل مساهمة قوية في بناء يعني منهجيات وآليات الديمقراطية التشاركية التي نريدها جميعا أن تكون مدخلا من مداخل مساهمة المجتمع المدني في الديمقراطية.